باب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، ياكم الله. ظاهرة ظهرت في المسلمين، وهي ظاهرة عظمى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ظاهرة الكذب، تجد المسلم يكذب على رزقه أو على نفسه بشيء أو بعرض قليل من الدنيا، يكذب يكذب، وتجد من يكذب ولا يعرف على من يكذب، كيحلف كذا وكذا وكذا ولا شيء على رزقه، يحلف ويجعل الله سبحانه وتعالى عرضة لإيمانه على رزقه ويحلف. ومنهم من تجده يعني ورث الكذب في نفسه، عندما تقف معه يبدأ يحلف لك كذا وكذا، والله إلا شريته بكذا، والله إلا كذا، على رزقه أخي شريها باش ما بغيت، وما تحلفش، وبيع باش بغيت، مالك علاش علاش كتكذب، علاش؟ راها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل يتحدث عن الصدق، وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما زال الرجل يتحرى الكذب، يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب والعياذ بالله. يعني الإنسان سبحان الله، هذا الحديث يعني تجده في بعض الناس، هذا وقف حده يحلف، كيحلف لك هذا وقف حده، وقف الأولى يعطيك شي حاجة، والله إلا شريته وكذا، والله إلا شريته وكذا، صافي يعني تكتب عليه كذاب، يحلف لك على والو، لا والو، لا عرض قليل من الدنيا. والله يهدينا ويهدي الجامع يا رب، يهدينا يا رب، اللهم اهدينا يا رب، بعدنا من الكذب، اللهم اجعلنا من الصادقين الصالحين الذين يخافونك ويتقونك ويعبدونك حق عبادتك. اللهم استرنا استر الذين يخافونك ويخشونك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم استرنا بسترك، اللهم اكرمنا بكرمك، اللهم اكرمنا بكرمك، اللهم يا ربي احفظنا بحفظك، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم يا ربي احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم انت الرحيم فارحمنا، اللهم انت الرحيم فارحمنا، اللهم انت الرحيم فارحمنا، اللهم انت اللطيف فالطف بنا، وانت الستار فاسترنا، وانت الكريم فأكرمنا. اللهم شفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعنا فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.